هلا وردي، أستاذة جامعية ومنذ سنوات، يعني منذ تقريبا 5 سنوات بديت مغامرة جديدة في حياتي اللي هي مغامرة الكتابة. ومواطنة تونسية عايشة في بين تونس وسوسن، ندرس في جامعة منوبة. بدأت أحداث 11 سبتمبر الحقيقة دخل فيه الإسلام للقرن 21 بطريقة يعني قولوا سبكتاكولير وعنيفة جدا. من وقتها وين بديت نتسائل ونقول ما العلاقة بين الإسلام الأول وهالإسلام المعاصر هذايا، وعليش هالحركات الإرهابية ديما تدعي أن هي في نوع من الوفاء للإسلام الأول اللي هو الإسلام الحقيقي الصحيح، إسلام الرسول وإسلام الخلفاء الراشدون. من وقتها بديت نقرأ شوية، يعني ما كانتش الأمور منتظمة لأني كنت عندي دراساتي الأكاديمية، عندي أولويات. ولما انتهيت من دراسات الأكاديمية الكل قلت خليني نتفرغ للمسألة هذه وخليني نشوف الناس اللي يقولوا لا مش هذاك الإسلام، هل كلامهم صحيح وإلا لا. اتضح قراءاتي أنه فعلاً الناس هذه قاعدة تطبق المسيرة تاع الرسول والصحابة بحذافيرها، وممكن هما تاريخياً على الأقل أكثر ناس ملتزمين بتقليد السيرة النبوية وسيرة الجيل الأول من المسلمين. والله الشريعة هي ديما محل تأويل، لأني ما فماش حاجة اسمها شريعة ثابتة. كل مدرسة جي، كل فقيه يجي، وحتى كيف تشوف المدارس الأربعة هي بيدا عندها اختلاف. يعني الشريعة فيها نوع من التنوع، نوع من التنوع، ما هي مش بها الكلمة، فيها شيء من التنوع. وكل واحد، كل فقيه يقول لك أنا عندي اجتهادي، ونأول الآية القرآنية بالطريقة الفلانية، ونأول الحديث الفلاني بالطريقة الفلانية. المشكل مش في الشريعة، لأنه حتى القانون الوضعي زاد محل تأويل دائم وتغيير بتغيرات العصر إلخ إلخ. اللي ممكن اللي يلزمنا نسألوه بطريقة جدية هو التاريخ، لأنه التاريخ أحداثه انتهت لا رجعت فيها. وإحنا طريقة تعاملنا مع التاريخ هذاك، اسكو نعتبره، هل نعتبره هو تاريخ مجيد لازمنا، يعني احنا محكوم علينا ان نكرره، ولا ان نعود اليه كانه هو عصر ذهبي احنا، ولا جنه اقصونا منها يلزمنا نرجعوا لها. هذا طبعا الفكر المتشدد اللي يقول لك يلزمنا نرجع للاسلام الاصلي اللي هو اسلام الصحابه والرسول، وننساو انه اللي عاشوه الصحابه واللي عاشوا الرسول ظرف تاريخي معين مربوط بالزمان والمكان، والا نقولوا الاحداث التاريخيه هذه لا يمكن اعاده احيائها من جديد، يمكن نستخلص منها بعض العبر، لكن لا محاله احنا ابناء عصرنا. إذا كان كل شعب ولا كل حضارة تحاول أن تعيد الأمجاد الماضي، مع أنه هو كلمة مجد الحقيقة مجد نسبي، لأنه نقوله اللي هو عصر متاع هيمنة، عصر متاع قوة متاع سلطة، على هذا شيء موضوعي أنه نقوله دولة الإسلام كانت عندها فتوحات كبيرة، هو يسموها الفتوحات لكن هما في الحقيقة معناتها عملية غزو استعمار. حسب رأيي هذا نظرتنا للتاريخ لازم تتغير، لازمنا ننساو اللي هذاك مجد الماضي، مجد الأجداد، لازمنا نرجعوه والسلف الصالح، لأنه كل احنا سلف صالح، احنا كل جيل هو سلف صالح نفسه، ولازمنا احنا نخلقوا لأرواحنا المثال الأعلى اللي لازمنا نحتذيو به. اللي ماتوا الله يرحمهم، ما احناش باش نعملوا لهم محاكمه تاريخيه معناها غيابيه، يعني مانيش نحاكم لا في ابو بكر الصديق ولا عمر ولا حتى الرسول نفسه. الناس هذه مشات، وحتى في القانون الوضعي فما تقادم، الحكايه عندها صارت عندها 14 قرن سقطت بالتقادم، يعني الناس اللي عاشتها كل ماتوا. اما احناش نعمل لهم محاسبه تاريخيه ولا محاكمه، لكن
ممكن نستخلص العبر مثلا اني يعني بالنسبه لي ابو بكر الصديق صوره، هذا رايي الخاص ما يلزمني كان اني مانيش نعمل منه نظريه. ابو بكر الصديق كان اكثر واحد يعتبر باللي سلطه الخلافه، وهذا معناتها عندي الادله في نصوص التراث، كان يعتبر الخلافه وظيفه عموميه، ما كانش يعتبرها مهمه مقدسه. اش خلاه؟ اول حاجه بعد شهر ولا شهرين من توليه الخلافه قدم استقالته، قالهم اقيلوني بيعت. واللي يسمعوا فينا ينجموا يرجعوا لكتاب محب الدين الطبري، الرياض النظره في مناقب العشره، واللي هو على العشره المبشرين بالجنه. الاول باب في الكتاب اللي هو على اجزاء مخصص لابي بكر، وفما في وسط الباب جزء استقاله ابي بكر. والدليل الثاني اللي عندي اللي ابو بكر الصديق كان يعتبر الخلافه وظيفه عموميه ينجم يستقيل منها، ماهوش لا ما عندوش سلطه الهيه، هو انه طلب انه ياخذ شهرين. قال له معطيني شهرين، قال له ماني توا لهي لكم بالاموركم ونقود في الدوله بين الظفرين، قالش كلمة دولة مش موجودة وقتها. قال له وقفت التجارة، يعني نوكل في صغاري وعائلتي بالتجارة، عطيوني ما يعوضني على التجارة، يعني لاهي بالغزوات وبحروب الردة ما عاش فاضي مني باش ناكل. ولا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح اللي هو يسميه أمين الأمة لأنه كان نقولوا وزير المالية، عطوه شهرية وطلب زيادة في الشهرية من بعد. يعني تقريبا نضحك لما نقرأ، تقريبا يعني كان عنده نقابة الخلفاء تطلب والله العظيم كما نحكي لكم، أنا ماهيش مبالغة مني لكن نحاول أني نقرب الصورة لذهن المستمع ولا المشاهد المعاصر، أنه يحاول يتصورها عايشين توا. معناها تصور أنت خليفة عنده نقابة، هو نقيب نفسه يقول راني نحب زيادة في الشهرية، الشهرية ما عادش تكفيني، وفعلا أمروا له بالزيادة. وطبر يقول في الأخر في آخر أيامه تلموم، أنا كل مرة يطلب زيادة أبو بكر الصديق حتى لين وليت مدخوله كخليفة 60,000 درهم حسب ما نذكر، 60,000 درهم سنويا، يعني عنده امتيازات. ولما هو قاعد يحتضر طلب من عائشة أن يترجع العمر بن الخطاب، لأنه هو عين أم عمر كخليفة بعده ووافقوه أغلب الصحابة مش الكل وافقوا الاختيار، قال لها رجع العمر بن الخطاب، عندهم يعني بعض الأدوات المنزلية كما تقول أنت اون فواتور دو فونكسيون، معناها قال بكم باش يكونوا من عند الخليفة جديد. عمل تقريبا أما هو كلف عائشة باش تعمل الباساسيون، وعنده ملفات ونداله قالوا هاو الملفات، وعطاه الكود نتاع النيكليير. لا لا نلعب، لا سي با سيري، لا لا يعني عمل عملية تمرير السلطة، عملية تمرير، وكأنه موظف ما عنده حتى جانب مقدس. وهذا أبو بكر الصديق نفسه أول خليفة، واللي هو مثال يحتذى به، وفعلا الحقيقة شخصيته جلبتني لأنه شخصية معقدة كلها تناقضات، وعنده جانب بتاع إنسان مستبد وفي نفس الوقت حساس وعاطفي، يبكي وفي نفس الوقت عنده مواقف حازمة. فعلا شخصية أبو بكر شخصية هامة جدا، رغم قصر فترة الخلافة متاعه، لكني لولا أبو بكر الصديق ونقولها يعني وكل ثقة، لولا أبي بكر الصديق لاختفى الإسلام، لا دفن مع محمد، هذا مما لا شك فيه. هالكلمة القداسة هذه حسب رأي الطبري ماهوش مقدس ولا بن سعد، يعني صبغة القداسة غير موجودة حتى أنزعها، وحتى لو كانت موجودة سأنزعها يعني في كل الحالات، لكن صبغة القداسة عندي ماهيش موجودة، يعني لا يمكن أن أنزع شيء غير موجود. عندنا الحق حق النسيان، وعندنا واجب الذاكرة،
يعني مانيش مع اللي يقولوا لا نقطع تماما مع الماضي، ابدا ابدا، بالعكس بالنسبه لي اذا كان نقطع مع الماضي نكون في حاله يتم حضاري اللي يخلينا ما نعملوش عمليه بروجيكسيون للمستقبل. النهضه اللي صارت في اوروبا صارت بعمليه نسيان، كما قلت انت حق نسيان، لكن في نفس الوقت واجب التذكر. رجعوا للاغريق والرومان، للحضاره القديمه. بالنسبه لي احنا كم في الاسلام فماش انتيكيتي، فماش حضاره اغريقيه ولاتينيه، حسب رايي يلزمنا نرجعوا لهالكتب التراث وفي بقعة ما نقعدوا نعبدوا فيها نحكيوا معهم.